اللهم اجعل النار بردا وسلاما على العراقيين المجاهدين الصابرين. مساء الخير. المواطنون من سكنة الأعظمية يستطيعون اعتبارا من هذا اليوم أن يستعملوا هواتفهم المنزلية. فقد استطاع العراقيون الذين يستلهمون العزم من القائد صدام حسين أن يعيدوا إعمار البدالة بعد أن خربها الأشرار، وقد تم افتتاحها في هذا اليوم 6/2/1992. سنتصل بالبدالة الآن لنتأكد. 4 4 3 9 9 9 9. ألو. نعم. بدأت العظمية. نعم. مرحبا. مبروك لكم افتتاح البدالة هنا وياكم برنامج الملف. ممكن اعطانا فكرة عن عدد الخطوط المشتركة بهذه البدالة؟ طبعا عدد الخطوط المشتركة في بدالتنا 19500 مشترك. وهسه كلها عادت لها الحرارة؟ هسه اللي عادت لها الحرارة في حدود 17500 رقم. ممتاز. ايش قد استغرق بناء اعادة اعمار البدالة؟ من ناحية المبنى لو من ناحية الاجهزة؟ كلها يعني المدة اللي من بعد العدوان لحد الان؟ حدود 9 أشهر. أما فيما يخص إعادة أجهزة البدالة، نعم، استغرق تشغيل ونصب البدالة، نعم، شهر وستة أيام. طيب إيش قد اشتغلوا بيها بشر؟ بشر بحدود 100 واحد. مين اللي اشتغلوا بالبناء بين عمال وفنيين ومهندسين؟ هذه فيما يخص النصب وتشغيل الأجهزة. نعم. إحنا طبعا عندنا 4 أقسام لفرق العمل. نعم. عندنا الباور. نعم. الدراجة. نعم. الشبكة والأوتوماتيك. ممتاز. من يتكلم؟ المهندس الأقدم باسم. طيب الآن نعرض للجمهور عملية الافتتاح اللي تمت صباح هذا اليوم. مبروك لكم. شكرا. فنجسم أمامكم قدرة العراقيين وهمتهم على إعادة البناء بهذه الأوقات الاستثنائية وبجهود استثنائية،
دعونا نرى حجم الدمار الذي لحق بهذه البدالة، بدالة العظمية كما قصفها الأعداء قبل سنة. دعونا نسأل القادة العسكريين المتحالفين ضد العراق، هذه الوثائق الناطقة التي نعرضها في ملفنا ألا تؤكد شراستكم ضد المدنيين؟ وهذه الحرب التي قمتم بها أهي حرب ضد المدنيين؟ مثل هذا السؤال طرحه أحد الصحفيين على الجنرال نورمان شوارتزكوب في أحد مؤتمراته الصحفية. أتدرون ماذا كان جواب شوارتزكوب؟ قال: إنني لم أقل أبدا إننا لن نضرب الأهداف المدنية ولن نلحق خسائر فيها. هذا اعتراف صريح بأن المعتدين كانوا ناويين وكان مرسوم في خطتهم أن يضربوا الأهداف المدنية، كانوا يستهدفون العراق كله بأمجاده، بحضارته، بمنجزاته، بتاريخه وبقيادته العظيمة. وحول هذا الموضوع قال الملك حسين في خطابه الذي ألقاه في مثل هذا اليوم قبل سنة في 6/2/1991، وجه خطابا قال فيه: أخاطبكم اليوم عشية الأسبوع الرابع من أيام هذه الحرب الشرسة الشاملة التي فرضت على العراق الشقيق وتستهدف وجوده ودوره ونهوضه وعنفوانه، كما تستهدف حقه في الحياة الكريمة وحرصه على مواصلة دوره التاريخي والحضاري والإنساني الذي كان من بابل وبغداد والبصرة بدء امتداده في حضارة البشرية وتقدمها العلمي والثقافي. إن العراق أيها العرب والمسلمون الآن يدفع ضريبة انتمائه إلى أمته دما طاهرا زكيا، وهو الذي سبق وأن دفع دون ما تردد أو تقاعس ضريبة الانتماء والدم في كل المعارك التي خاضها العرب أو فرضت عليهم دفاعا عن ثرى العروبة في فلسطين وسوريا ومصر والأردن وفي كل مكان. وهم آهان عليه دمكم يوما، فهل يهون علينا دم العراقيين شيوخا وأطفالا ونساء ورجالا؟ فأي وزر وأي عار سيلحقان بمن يهون عليهم هذا الدم العربي المسفوح بنار هذه الحرب الجائرة؟ ويواصل الملك حسين خطابه إلى أن يقول: لهؤلاء الأهل نبعث كل الحب والاعتزاز، وهم يدافعون عنا جميعا ويرفعون عاليا راية الله أكبر، راية العروبة والإسلام. فكل التحية للعراق، لجيشه البطل ولشعبه الصامد الشجاع، كل التحية لنسائه الماجدات ولأطفاله البواسل ولشيوخه الذين يواجهون بصلابة المؤمن الطائرات والصواريخ وأطنان القنابل. Thank you.
تذكرون معركة الخفجي والهجوم الذي قامت به القوات المسلحة العراقية. في نفس الفترة حدث هجومان. قبل أن نتحدث عنهما نقرأ هذا التعليق الذي كتبته صحيفة الواشنطن بوست في مثل هذه الأيام قبل سنة تعليقا على معركة الخفجي والهجمات التي شنتها القوات البرية العراقية. قالت إن قادة المحاور القتالية العراقية أظهروا قدرة فائقة على تحريك الأرتال الميكانيكية، يعني القوات الآلية والمدرعات، وفي خطوط الجبهة البرية ليلا، وأن هذه التحركات جعلت المسؤولين العسكريين الأمريكيين يعتقدون بأن القوات العراقية تمتلك استعدادات كبيرة وهي منسقة تنسيقا عالي المستوى بالنسبة للوحدات المقاتلة فيما بينها وبين قياداتها الميدانية والقيادة العليا. وزير خارجية أمريكا جيمس بيكر اعترف في إفادته أمام الكونغرس الأمريكي في مثل هذا اليوم قبل سنة إن مواجهة القوات العراقية على خطوط الجبهة البرية مهمة عسيرة وتنطوي على خسائر كبيرة في صفوف القوات الأمريكية والقوات المتحالفة معها. لذلك طلب بعض المشرعين، يعني أعضاء الكونغرس الأمريكي، أن تستمر القوات الأمريكية والمعتدية الأخرى أن تستمر في قصف الأهداف المدنية والاستمرار في القصف الجوي حتى ربما يستطيعوا زعزعة قوة العراق والذي لم يفلحوا في تحقيقها. لذلك تجنبوا المعارك البرية وكانوا يؤجلونها كل يوم. طوال أيام العدوان كانت قواتنا المسلحة متهيئة للمنازلة في ميدان المعركة، إلا أن العدو لم يجرأ على مواجهتها وجها لوجه، فمد يده الجوية ليلقي بقذائفه على الأهل، على المدن، على البيوت الآمنة. ومع ذلك كانت لقواتنا المسلحة القدرة على الحركة والفعالية. عن هذا الجانب، عن واحدة من المعارك التي خاضتها قواتنا المسلحة في الجبهة، يحدثنا الفريق الركن آيات خليل زكي قائد الفيلق الرابع. قبل بدء العدوان للمعركة الجوية والمعركة البرية كنا نتوقع تماما أن العدو سوف يتأخر هجومه البري. في الواقع توقعاتنا هذه جاية من عدة أسباب. من هذه الأسباب هي ترتيباتنا الدفاعية التي اتخذت ضمن عموم ساحة المعركة. كانت ترتيبات متكاملة من كل الأوجه، من حيث حجم القطاعات ومن حيث انفتاحها، تساند الأجنحة، الاحتفاظ باحتياطات قوية، تكامل القضايا الإدارية، كل هذه الأسباب وبتكاملها دفعت العدو إلى أن يفكر مرة ومرة ومرة قبل أن يشن هجومه البري. يعني إذا ضمن هالحالة هذه أريد أوصف جزء من ترتيبات انفتاح قطاعاتنا وأبدأ بيها من الأمام إلى الخلف، راح نشوف أن قطاعاتنا كانت تدافع بقوات أمن إلى الأمام. تتألف قوات الأمن من مراصد صغيرة مفتوحة في الجبهة، واجبها مراقبة تحركات العدو وإعطاء الأخبار عنه، وهذه مهيئة لها مواضع محصنة وقادرة على أن تقوم واجباتها من خلالها. ثم بعد ذلك قطاعات ساترة أيضا كانت مفتوحة في عموم الجبهة تفرض على العدو أكبر تأخير ممكن. هذه القطاعات أيضا أمامها منظومة موانع مناسبة تتألف، قد تكون من حقول ألغام أو أسلاك شائكة. ثم بعد ذلك وراها مباشرة تجي منظومة موانع مركبة فيها خنادق ضد الدبابات وفيها أيضا ألغام وفيها أيضا أسلاك شائكة وفيها بعض المبتكرات العراقية لفرض أكبر تأخير على العدو. ثم بعد هذه المنظومة تجد المواضع الرئيسية للموضع الدفاعي. هذه المواضع الرئيسية هي اللي تتلقى الصدمة الأولى. هذه المواضع، ترتيب انفتاح هذه المواضع جاء من خبرة الحرب.
لأنه قطاعاتنا مثل ما تعرفون دخلت حرب طويلة، فاقترنت خبرة الحرب مع الخبرة النظرية. لذلك كان ترتيب الانفتاح للمواضع الرئيسية للقطاعات ترتيب متكامل. فالمواضع الأمامية للقطاعات كانت مفتوحة بما نسميه إحنا بالجبهة وبالعمق، وهذه الأعماق كانت تمتد إلى عدد من الكيلومترات. فكل قطعة مفتوحة بالأمام بالجبهة عندها عمق يساندها. فكانت على سبيل المثال على مستوى الفصيل اللي هو متألف من 3 حظائر، كانت عندنا حظيرتين بالأمام وحظيرة بالخلف، وهكذا صعودا إلى مستوى السرية وإلى مستوى الفوج وإلى مستوى اللواء وإلى مستوى الفرقة. كل هذا بمجموعة هو ما نسميه إحنا بالموضع الدفاعي. هذا الموضع الدفاعي ليس وحده كان، وإنما كانت هنالك مواضع تليه. المواضع اللي تليه مشابهة إلى قسم من عدها مشغول بالقطعات، قسم من عدها ما مشغول بالقطعات. بعد هذه المواضع أكو عندنا قطعات احتياطية متمركزة في أماكن أساسية. هالأماكن هذه على مقتربات محتملة للعدو، لأن مثل ما تعرفون إحنا من نخلي الانفتاح العام للموضع الدفاعي نحسب تهديدات العدو، مين راح يجي العدو، شنو اللي يستهدفه، على المحور اللي يتوخاه بالوصول إلى هذا الهدف نبدأ بفتح القطاعات لفرض أكبر تأخير على العدو ولفرض أكبر ما يمكن من الخسائر على العدو قبل الوصول إلى هذا الهدف. هذا الانفتاح الحقيقة في الجبهة وعلى الأجنحة وبالأعماق رافق أيضا أعمال حفر وتحصين استمرت عدة أشهر. هذه الأعمال كانت تنطي إلى الموضع الدفاعي قوة إضافة للسلاح. فعندما يهجم العدو على موضع ويشوف الموضع مرتفع وواضح ويقدر يعالجه بأسلحته، هو غير ما يشوف العدو الموضع مختفي بالأرض ويتفاجأ بسلاح هو ما متوقع. ضمن هالحالة هذه رح نجبر العدو على انسوقه إلى مناطق قد تكون مناطق قتل مناسبة إلى في عمق الموضع الدفاعي وليس على الحافة الأمامية. لذلك عندما كنا نطلع في بعض الحالات ونحاول أن ندقق ترتيباتنا الدفاعية هذه، إحنا شخصيا كنا نعتز أنه قطاعاتنا قدرت أن توصل إلى هذه المرحلة من الانفتاح الجيد وإلى هذه المرحلة من الغش والاختفاء اللي تأمن لنا إدارة معركة سليمة. بالتأكيد العدو اللي قام بالاستطلاع الجوي بمعدات المتطورة وقدر يحصل على المعلومات على شكل الانفتاح للقطاعات، هو دا يشوف كل الزين أن الموضع الدفاعي هذا هو كل خطوة يمشي بيها العدو ضمن هالموضع الدفاعي رح يدفع خسائر، وهذا الشيء اللي خلاه يأجل دائما تهديدات بالمعركة البرية. ولذلك نعم، ولذلك هو في بداية الحرب في بداية العدوان في الواقع كان يقول أنا ورا 10 أيام راح أهجم. الحقيقة جت الـ10 أيام هو ما هجم. ورا 5 أيام راح أهجم. ورا 5 أيام أيضا ما هجم العدو. ورا 20 يوم أيضا ما هجم العدو. ورا شهر أيضا ما هجم العدو. 40 يوم يلا بدأ يهجم العدو. وبالتأكيد هو من سوى هالإجراءات هذه هو واثق أن المعركة مالته لو بدأت بالأيام الأولى لكان خاسر هو لهذه المعركة وما يقدر يحقق أي شيء ضمن عموم الجبهة. لذلك اندفع أن مثل ما تفضلت أن يمد إيده ويوصل إلى أعماق بلدنا. في الواقع إحنا كعسكريين نتوقع أن العدو يضرب أعماقنا، مو ما يضرب أعماقنا بس أعماقنا العسكرية وليس المدنية. يعني ما يصير أنا أجي أضرب الأهالي اللي قاعدين بعيدين مئات الكيلومترات بل آلاف الكيلومترات، يعني هو ضرب حتى شمال العراق. إحنا المعركة مع العدو في ساحة المنازلة، القطاعات العراقية هي منتشرة ضمن ساحة معينة واضحة المعالم ومعروفة حدودها. المعركة تكون مع الجيش اللي قابلني، ما تكون مع الناس المدنية. فهو بالتأكيد من شعر غير قادر على أن يدير معركته مع القطاعات العسكرية المتواجدة ضمن الساحة انتقل إلى الأعماق، وليس ليوم وليومين وإنما لأيام طويلة كلش. هذا بالتأكيد مردوداته تأكد أنه مثل ما تفضل جنابك في حلقات سابقة أن الحرب
اللي شنت على العراق هي حرب قذرة وليست حرب بالمفهوم اللي متعارف عليه. أعتقد بالنسبة لضرب الأحياء المدنية والسكان الأمنيين هذه بأخلاقيات القوات الأمريكية، لأن احنا في هيروشيما ضربوا قنبلة ذرية على مدينة بأطفالها وبنسائها وبرجالها، وليست أهداف عسكرية يعني فقط. نعم، وهذا ما أكدته مرة ثانية عندما دخلت معنا في هذا العدوان. نعم. فيلاق الرابع نفذ معركتين أساسية الحقيقة بفرقتين، واحدة فرقة آلية وواحدة فرقة مدرعة. وأيضا أذكر السيد الرئيس القائد الله يحفظه دز علينا إحنا قادة الفيالق وقسم من قادة الفرق، والتقى بنا بأحد مقرات المتقدمة في الجبهة وصدر لنا هاي الأوامر بعد أن سألنا على معنويات قطاعاتنا. فكنت الإجابة أنه إحنا بروح معنوية عالية وقادرين على التعرض رغم التفوق الجوي المعادي. لا بل مو التفوق الجوي، وإنما نقول السيادة الجوية في تلك المرحلة بعد مرور أكثر من 14 يوم على المعركة الجوية. قمت بهذه المجابهة أو الهجوم. نعم. وحاولت جر العدو أن يشترك في المعركة. نعم. احنا عندنا هنا سيادة الفريق خريطة، إذا ممكن. نعم. نشرح على الخريطة هذه تفاصيل. نعم. المعركة اللي خاضتها القوات المسلحة العراقية. ممكن توضيح هذه على الخريطة؟ إذا أمكن. سيادة الفريق إذا ممكن أول مرة نشرح الموقع عموما للناس، يعني. نعم. الخريطة كلها وين إحنا. نعم. يعني هنا الموقع، هاي الحدود السعودية، إذا. نعم. ممكن نشرح الخريطة بالواقع كلها. إحنا الجهرة والمطلع. نعم. بالواقع هذه المنطقة هذه هي خط الحدود السعودية. نعم. هذا خط الحدود السعودية. هذا ناخذ بالكاميرا لقطة أوسع حتى نشوف الموقع كله من فضلك. نعم. نفتح الكاميرا كلها الخريطة. إذن هناك الحدود العراقية. نعم. نعم. هذه الحدود العراقية وهذه الحدود السعودية في الواقع. عموما كان منطقة العمل تنحصر بالجانب الشرقي اللي قلت آني عليه، هي. نعم. للفرقة المدرعة السادسة والفرقة المدرعة الأولى هنا. نعم. أهم العوارض اللي يمكن إظهارها هنا هي توجد هنا قاعدة جوية. نعم. وهذه منطقة معروفة ضمن الساحة هي عارضة المطلع. نعم. وهذا الطريق المباشر الذي يؤدي إلى منطقة صفوان جنوب المطلع، موجودة منطقة الجهرة. نعم. هنا هدف رئيسي منطقة المناقيش. نعم. وهنا أيضا هدف رئيسي اللي هو منطقة الرقعي. نعم. كانت الأهداف هي مواضع العدو المنتشرة عموم هذه الساحة. من خلال الاستطلاعات والدوريات اللي كانت تقوم بها قطاعاتنا ثبتنا أن مواقع العدو هي أمامنا في هذا المكان وقريبة إلى منطقة الحمطيات وأيضا في منطقة الرقي. لذلك انطينا أسبقية عالية للتنفيذ باتجاه هذه المناطق، إضافة إلى منطقة اللي أطلقنا عليها إحنا منطقة المسنات. فكان تنفيذ العمل على هذه المنطقتين من قبل الفرقتين الآلية والمدرعة. كان التنفيذ في الواقع بعد استلام التوجيه من السيد الرئيس الله يحفظه في مؤتمر الأوامر أنه ننفذها بشكل متزامن مع معركة الخفجي، وفعلا قدرنا خلال يوم بعمليات الاستطلاع وإصدار الأوامر أن تتحرك الفرق الآلية، الفرقة الآلية والمدرعة رغم وجود التهديد الجوي على قطاعاتنا، لكن الخطط المدروسة والسياقات المعروفة لدى تنقل قطاعاتنا من مآويها أو من مناطق انفتاحها العميقة إلى مناطق الجبهة كان سبب رئيسي في عدم كشف حركتنا إلى العدو خلال طيل مرحلة الحركة. ف كل التنقل اللي صار من الأمام ومن الخلف إلى الأمام كان خلال مرحلة الليل، وبدأ هو في الحقيقة مع الضياء الأخير لتلك الليلة، وانتهى العمل باليوم الثاني مع الضياء الأول. نعم. كان هنالك في سماء المعركة العديد من المجاميع، العفو، من الطائرات
تقوم بمعالجة العديد من الأهداف على عموم قاطع الفيلق، حيث وصلت مجموع الطلعات الجوية على قاطع الفيلق يوميا ما يقارب من 100 طلعة جوية يوميا. 100 طلعة، هذا إذا عرفنا أن كل طلعة جوية قد تكون بها من 2 إلى 4 طائرة، راح نشوف العدد الكبير اللي كان من الطائرات يوميا يطير على قاطع الفيلق. في مثل هذا الجو الملتهب بالقصف وبالطائرات المقاتلة وغيرها، تمكنت قطاعاتنا أن تطلع من أماكن تحشدها بالعمق وأن تندفع إلى أعماق الموضع الدفاعي في الأرض الحرام، وأن تجبر العدو على الانهزام، لأنه طيلة تلك المعركة ما كانت لدى العدو القدرة على الصمود ومواجهة قطاعاتنا بأي شكل من الأشكال. حتى على سبيل المثال كان هنالك طيلة تلك الفترة قبل هذه العملية وبعد هذه العملية دوريات مختلفة بمستوى وحدة أو وحدة فرعية تتمكن من الاندفاع والوصول إلى مواضع العدو، ولكن العدو كان يرفض أن يدخل معهم المعركة. ما هو تقييمكم إلى هذه المعركة ونتائجها؟ في الواقع هذه المعركة من المعارك الناجحة، ونجاح هذه المعركة اعتمد أصلا على أن المسافة التي قطعت لغرض تنفيذ الواجب هي مسافة طويلة. فمن نحسب القطاعات اللي تركت مناطق تحشدها هنا أو تركت مناطق تحشدها هنا، راح نشوف هي مشت أكثر من 50 كيلومتر بالجبهة قبل ما توصل الحدود بشكل عمودي. نعم. وثم حوالي 25 كيلومتر بالداخل. وعملية استدارة أخرى أكثر من 40 إلى 50 كيلومتر، ثم عودتها إلى مأويها. في هذه المعركة، عفوا السؤال شخصي، أنت وين كنت أثناء المعركة؟ في هذه المعركة في الواقع إحنا كنا موجودين في هذا المكان شخصيا. أنت كنت نعم. نعم. أنا كنت موجود هنا مع القطاعات الأمامية للفرقة الآلية الأولى، لأنه هذا المحور الحقيقة انطينا أسبقية أولى في التنفيذ، وثم بعد ذلك كنا متهيئين للانتقال إلى هذا المحور أو ذاك المحور حسب تطور المعركة. نعم. لأنه تواجد العدو في منطقة الحمطيات، ولكون المنطقة حدود فاصلة مع فيلق آخر، لذلك دائما نحن نختار المكان الأخطر والأصعب، فنحاول نتواجد به حتى نأثر بالمعركة خلال مراحل سيرها. سيد فريق، أنتم كنتوا تحركون بهذه الحركة الكبيرة. نعم. وعلى جبهتين مثل ما أرى هنا. نعم. والعدو كان كثير من الغارات، طيب ما ضربوكم؟ الحقيقة أنا أورد مثال، يعني تنقلت أنا على هذا الطريق. نعم. وكانت الأرتال تتنقل يمين ويسار الطريق. حركة عسكرية واضحة واسعة. نعم. يعني عدد كبير، مئات من الدبابات والناقلات تتنقل خارج الطريق، والعدو كان يقصف في تلك المرحلة قسم من الأهداف في هذا المكان، يبعد عن الطريق بحدود 8 إلى 9 كيلومتر. نعم. الأرتال تمشي يمينة ويسارة وهو يقصف بهذا المكان. أنا أعتقد أنه هم لو كانوا يعلمون أن هنالك أرتال تتقدم بهذا الحجم وبهذه الاتجاهات ما كان عالجوا هذه الأهداف المتخندقة. صح. لأنه كان بدأوا بمعالجة الأرتال اللي تتنقل خارج الطرق. وإحنا نعرف أن حجم الدبابة أو الناقلة حجم كبير ويمكن معالجته من قبل الطائرات المعادية بسهولة أكثر من سهولة معالجة الأهداف وهي متخندقة. العدو عندما بدأ يريد يشن الهجوم البري شاف هذا الموضع الدفاعي بشكل انفتاحه اللي هسه ما بكل التفاصيل، ولكن لكون عمقه كبير وخساره كثيره راح تصير، شاف انه ما ملائم ان يشن عليه الهجوم، ولذلك بدا ياخر الهجوم من مرحله الى مرحله حتى وصلت الى 40 يوم تقريبا. هذا المخطط يوضح لنا الهجوم الذي قامت به قوات أبو عبيدة
الفرقة الآلية الأولى. قائد الفرقة الآلية الأولى اللواء الركن حسين حسن عداي سيشرح لنا ذلك الهجوم على هذا المخطط الموجود أمامنا. مساء الخير. استلمت الأوامر من السيد قائد الفيلق الرابع، وكانت مهمة الفرقة الآلية الأولى الاندفاع في عمق الأراضي السعودية لمسافة 25 كيلومتر على محور المناقيش وتدمير قطعات العدو المنفتحة أمام جبهة الفيلق الرابع. كانت هناك قطعات أمريكية وبريطانية وسعودية. باشرت الفرقة بالحركة من منطقة تحشدها إلى مخابئ أمامية كما ذكرت، وبالساعة 2000 أي 8 مساء ليلة 29/30/1 اجتازت منظومة المانع من المجازات المفتوحة بها، واندفعت باتجاه أرتال الألوية باتجاه الأهداف المخصصة إلها. أمنت الفرقة مباغتة العدو، فرغم أن طيرانه كان يسيطر على سماء المعركة ما تمكن من تمييز منطقة تحشد الفرقة أو انفتاح الفرقة أو مناطق اندفاع الأرتال الهاجمة. استمرت الألوية الهاجمة بمطاردة العدو في عمق أراضي إلى أن وصلت إلى العمق المحدد كهدف 25 كيلومتر بالأراضي السعودية. نعم بالأراضي السعودية. بعدها أصدرت الأوامر إلى الألوية بالاستدارة شرقا ولمسافة تزيد أيضا على 20 كيلومتر. هذا كان بحدود الساعة 1 ليلا. دفعت الألوية الأرتال الهاجمة باتجاه الشرق، وكنا نبغي منها الإحاطة الواسعة هذه هي تفتيش وتطويق قطعات العدو الموجودة في منطقة الحماطيات وإلى الجنوب والشرق منها. العدو انهزم من ساحة المعركة بعد أن سمع أصوات الدبابات اللي تنسمع من مسافات طويلة خلال الليل في المنطقة الصحراوية، وترك بعض تجهيزاته وقسم من العجلات والدبابات المغرزة بالرمال ولم يستطيع إخلاءها. تمكنت الفرقة الآلية الأولى من السيطرة على مساحة تزيد على 500 كيلو متر مربع في عمق الأراضي السعودية. وصدر لي الأمر في ظهر يوم 30/1 بالعودة إلى مناطق انفتاح الفرقة إلى واجباتها السابقة. هذا اشتركت فيها دبابات بهذه الحركة الواسعة. كم نعم. دبابة ممكن نعرف؟ أكثر من 300 دبابة وناقلة اندفعت في عمق أراضي العدو. نعم. الألوية التي اشتركت في هذه المعركة من قوات أبي عبيدة أمر اللواء المدرع 34. نعم. نعم. وربما يستطيع العقيد الركن خالد حسن علي عامر ذلك اللواء هو هذا أن يحدثنا على شيء عن شيء من هذه التفاصيل. تم استلام المهمة من قائد الفرقة الآلية الأولى يوم 27/2/91. كانت المهمة تتلخص بالاندفاع في عمق الأراضي السعودية والوصول إلى منطقة الطريق العام السعودي والمجمع السكني للمخافر الحدودية ومنطقة الحماطيات وتدمير قطعات العدو المتواجدة في هذه المناطق وأسر أكبر ما يمكن من قطعات العدو. صباح يوم 28/2/91 بوشر بالاستطلاع. جرى الاستطلاع لحد مستوى أمري السرايا لكي تتم العملية بأكبر ما يمكن درجة من الكتمان ولمنع العدو من معرفة نوايا قطعاتنا. تم فتح 2 مجاز في منظومة المانع لقطعاتنا. الغاية من هذه المجازات هي عبور الدبابات باتجاه أهدافها. هناك عدد من الأمور أحب أن أؤكد عليها في هذا المجال، هي أن معنويات المقاتلين ضباطا ومراتبا كانت عالية، واتضح لي هذا جليا أثناء مهاجمة منطقة الحماطيات ومنطقة المجمع السكني للمخافر الحدودية. ناحية أخرى في هذه المجال لها ارتباط بالمعنويات، هي أن اللواء قطع مسافة في التنقل والاندفاع في عمق الأراضي السعودية من مناطق تحشد في قاطع الفيلق الرابع
إلى منطقة المخابئ ومن ثم الاندفاع داخل العمق السعودي ومن ثم اجتياز منظومة المانع في قطع الفيلق الثالث والعودة إلى مناطق تحشدة كانت المسافة أكثر من 150 كيلومترا. يعني لواء مدرع يتنقل كل هذه المسافة ويندفع في أعماق العدو ويقدم دبابة واحدة خسائر، أعتقد دليل قاطع على ارتفاع معنويات هذا اللواء ضباطا ومراتبا. ناحية أخرى أحب أؤكد في هذا المجال أن كافة الأعمال اللي تم التطرق إليها من مناطق التحشد والتوغل بالأراضي السعودية وإكمال الواجب والعودة إلى مناطق التحشد في ضمن قاطع الفيلق الرابع قد جرت ليلا، مما يؤكد بالدليل القاطع قدرة قطعات المدرعة على تنفيذ الهجمات الليلية وبكفاءة عالية. هذا المخطط إذن هو الهجوم الذي قامت به قوات أبي عبيدة الفرقة الآلية الأولى. في نفس الوقت الذي تم فيه هذا الهجوم والذي كانت فيه قوات مسلحة عراقية أخرى تهجم باتجاه الخفجي، كان هنالك هجوم آخر تقوم به قوات سعد الفرقة المدرعة السادسة. قائد الفرقة المدرعة السادسة العميد الركن رعد عبد الرحيم يحدثنا عن هذا الهجوم. كلفت الفرقة بالهجوم على منطقتي الرقعي الكائنة بين حفر الباطن ومنطقة السالم ومنطقة المسنات اللي كائنة شرق منطقة الرقعي. وضعت خطة الفرقة التي تضمنت تكليف لواء المشاة الآلي 25 بالهجوم على منطقة المسنات وتكليف اللواء المدرع 16 بالهجوم على منطقة الرقعي. حقيقة في مرحلة التحضير للهجوم ومرحلة التخطيط جابهت الفرقة معضلتين، وهما المعضلة الأولى وكيفية تنقل قطاعاتنا من مناطق انفتاحها الحالية إلى مناطق الاجتماع الأمامية. ولحل هذه المعضلة تم القرار على أن يكون تنقل ليلا وفي ساعات متأخرة من الليل بحيث تكون قطاعاتنا قبل الضياء الأول في مناطق اجتماعها الأمامية. المعضلة الأخرى اللي واجهت الفرقة هي كيفية تخلل قطاعاتنا من القطاعات الماسكة إلى الجبهة ومن منظومة الموانع المركبة. حقيقة منظومة الموانع في هذه المنطقة يبلغ عمقها حوالي 4 كيلومتر. وأيضا لمعالجة هذا الموقف كلفت كتيبة هندسة الفرقة وسرايا صولة الألوية مع بالتنسيق مع القطاعات الماسكة بفتح أكثر من مجاز لكل لواء لغرض مرور قطاعات الهاجمة باتجاه أو نحو أهدافه. كم المسافة؟ المسافة من مكان انطلاقكم إلى الحدود، من منطقة الركسة إلى منطقة الحدود حوالي 60 كيلومتر، ومن منطقة جال الياح إلى منطقة السالمي حوالي 50 كيلومتر. مع الضياء الأخير ليوم 29 كانون الثاني باشرت قطاعاتنا بالتقدم نحو أهدافها واجتازت منظومة الموانع بإشراف الآمرين شخصيا، وكذلك اللواء المدرع 16 أيضا اجتاز منظومة الموانع وانفتحت القطاعات أمام منظومة الموانع وانطلقت باتجاه أهدافه. بعد ذلك اقتحمت قطاعاتنا الأهداف في منطقة الرقعي وفي منطقة المسنات وتم تدمير كل ما موجود في الأهداف وحرق العجلات المتبقية وتم العثور على تجهيزات كثيرة تركها العدو وانسحب إلى عمق السعود. من الدروس المستنبطة والمستخلصة من هذه العملية درسين مهمين، وهما الدرس الأول هو قابلية وقدرة قطاعاتنا على التعرض بعد مرور أكثر من أسبوعين على بداية العدوان والاندفاع بأعماق كبيرة جدا
داخل أراضي العدو. والدرس المستنبط الثاني المهم هو تأمين المباغتة أحد مبادئ الحرب، بحيث تقدمت قطاعات أكثر من 80 كيلومتر بدون تدخل العدو بسبب باستخدامنا للظلام والتنقل ليلا. هنا كان عندنا اللواء المدرع 16. نعم. وآمر اللواء المدرع 16 العقيد الركن جليل خلف، ممكن يحدثنا عن تفاصيل أكثر بما قام به اللواء؟ يوم 27 كانون الثاني 91 استلمت مهمة لوائي من السيد قائد الفرقة المدرعة السادسة، وكان الواجب يتضمن القيام بهجوم في عمق الأراضي السعودية والوصول إلى منطقة الرقعي لتدمير وأسر أكبر عدد ممكن من العدو والعودة قبل الضياء الأخير. التقى بنا في هذه الأثناء السيد قائد الفيلق، ونقل تحيات السيد الرئيس القائد المهيب الركن صدام حسين وتوجيهاته بصدد القيام بعمليات تعرضية واسعة ضد العدو. تكامل وصول اللواء يوم 28 كانون الثاني 91 في منطقة الأبرق. يوم 29 الساعة 2200 تحرك جحفل المعركة نحو أهداف المرسومة في عمق الأراضي السعودية باتجاه منطقة الرقعي. أثناء تقدم الجحفل اصطدم بمفارز للعدو، كانت هذه المفارز محمولة على عجلات وتحمل رشاشات وهاونات. انسحبت مفارز العدو حال سماحها بأصوات مسرفات دباباتنا وناقلاتنا، وأثناء انسحابها تمت معالجتها بنيران جحفل، واستأنف الجحفل التقدم نحو أهداف المرسومة له في منطقة الرقعي. تم خلالها تدمير مواضع العدو وجلب بعض تجهيزاته وآلياته. أحب أذكر حقيقة كان العدو أجهزة إعلامه وقادته العسكريين في هذه الفترة يأكدون أنه في بداية الهجوم الجوي المعادي راح يكتسحون القطعات العراقية خلال 24 ساعة من هجومهم البري. ولاحظ هذه تصريحاتهم الجوفاء كانت غير صحيحة، لأن العدو أجل هجومه أكثر من مرة وكان يخشى مواجهة القطعات العراقية، خصوصا عنده شواهد كثيرة في قادسية صدام ويعرف مدى بأس وشجاعة قواتنا المسلحة ومدى تحقيق الانتصارات في قادسية صدام المجيدة. لذلك كان العدو يخشى المواجهة والتجأ إلى ضرب الأهداف المدنية بقصد التأثير على معنويات جيشنا الباسي، بس هذا القصف أجج الحقد عليه، وكان مقاتلينا كانوا يشوقون إلى ملاقاة العدو لأخذ ثار ضرباته على المدنيين وقتل الأبرياء. كانت القوات المسلحة العراقية الصامدة على خطوط الجبهة تثير دهشة المعتدين وحتى المعلقين السياسيين منهم، فقد صمدوا أياما وأيام وكانوا مستعدين دائما للقتال بالرغم من القصف الجوي المستمر. في مثل هذا اليوم قبل سنة كتب مراسل وكالة رويتر يقول إن الدوريات عسكرية عراقية تدخل كل ليلة تقريبا إلى مناطق بعيدة في الأراضي السعودية بهدف اكتشاف مواطن الضعف والقوة في صفوف القوات المتحالفة. ونسبت الوكالة إلى مسؤولين أمريكيين قولهم أن الدوريات العراقية تذهب إلى أبعد نقطة يمكنها الوصول إليها في السعودية حتى لو كان ذلك يعرضها للخطر. وقال هؤلاء المسؤولون أن هذه الدوريات تسعى على حد قولهم للتعرف على مدى استعداد العدو لشن هجوم بري، وتعرفون أن العدو كان دائما يؤجل هذا الهجوم.
الجنرال شوارزكوف أعلن في حديث بثته شبكة التلفزيون الأمريكية CNN في مثل هذه الأيام أن العراقيين أثبتوا حتى الآن أنهم لا يأبهون للموت وأنهم يقاتلون بضراوة وشراسة، وأعرب عن قلقه لعدم القدرة على التكهن بتصرفات القوات العراقية، لذلك كانوا يتجنبون مواجهة القوات العراقية فيتوجهون إلى ضرب الأهداف المدنية، وهذا بعض ما ضربوه من أهداف مدنية في مثل هذا اليوم قبل سنة. سنختار منها واحدة، متوسطة فلسطين في المثنى، ضربت هذه مع مجموعة من الأحياء المدنية، سنشاهدها الآن كيف كانت بعد الضرب وكيف أعاد العراقيون إعمارها فافتتحت في هذا اليوم. عندما نستعرض حجم الدمار الذي لحق بوطننا من جراء العدوان فإننا بالنتيجة نستعرض حجم الإعمار، فقد أعاد العراقيون إعمار 90% مما خربه الأشرار. ومن ذلك على سبيل المثال مجمع البتروكيماويات، هذا المجمع الذي أصيب بقذائف عديدة وصواريخ للأعداء أعاد إعماره العراقيون، وتم افتتاحه من قبل السيد وزير الصناعة والمعادن يوم 5/2/1992. الكثير يتساءلون، أدمر المعتدون فعلا كل هذا؟ نعم دمروا كل هذا وأكثر، ولكن السؤال الأكبر في تقديري هو
هل عمر العراقيون كل هذا في هذا الزمن الاستثنائي وفي الظروف الاستثنائية كالحصار مثلا؟ نعم، عمروا كل هذا، عمروا 90% حتى الآن مما دمره الأعداء.